Remember that one of the goals of the Muntada Thaqafi fi Dearborn, the Dearborn Open Mic, is to produce these videos of these poems and make them available so Dearborn becomes a source of literature to the whole world. أن نضع أن نخرج هذه الفيديوهات مسجلة ومصورة إلى عالم الأثير حيث تصبح منبعا لجميع العطاشة للغة العربية والأدب العربي والأدب الإنجليزي من الجالية الكريمة. Till now we have produced over 150 videos and they're all available online. We also have a podcast here on Open Mic. You can find all the videos on all the social media sites on YouTube or on dearbornblog.com. I'd like to introduce to you now our Faris al-Muntada al-Thaqafi. من يشتري حلما تضمخ بالدماء ويعيرني وطنا بلا أحزاني أبكي لشام للعراق لغزة لجراح صنعاء والأسى البحراني لا تعجبوا إن الفؤاد متيم في عشقها فجميعها أوطاني أصلي فرات والولادة جلق والقدس حلمي والهوى لبناني. بهذه الكلمات يفتتح يجيب السيد علي مرتضى السندي عادة حينما يسأل من أين أنت. هذا هو شعره العذب والناطق والصادق والرسالي الذي يجسد ما في شباب العرب من حيوية وما في اللغة العربية من أصالة وما في الوطن العربي من إبداع. عراقي الأصل دمشق الولادة جنوبي الهوى كما قال الشاعر عمر الفرة جنوبي الهوى قلبي وما أحلاه أن يغدو هوى قلبي جنوبيا. درس في المعهد المتوسط التجاري المصرفي بدمشق وحصل أيضا على دبلوم جامعة كامبريدج في لندن في تقنية المعلومات. أينما ذهب علي وجد لفرس شعره ميدانا تسرح فيه فروسية بيانه. فكان عضوا وآزرا في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعضوا في منطقة الحكاية الأدبي في دمشق وعضوا في صالون جمعية إبداع الأدبي في بيروت وأحد أقطاب شاعر رابطة الشعراء والمثقفين العرب في بغداد وعضوا في مدرسة النهضة الأدبية الحديثة في مصر وحاز على جوائز عدة في مسابقات شتى شهدت له منابر المقاومة والعزة والكرامة أينما حلت. والمتتبع للسيد علي على مواقع التواصل الاجتماعي يعلم أنه لا يفوته حدث يهم الضمير العربي إلا وأتبعه ببيت يهذبه ويعتصر العبرة منه، وهو الآن أحد منظمي المنتدى الثقافي في ديربون والشاعر المتجدد شعرا بامتياز في منابر ديربون المتعددة. أقدم لكم السيد علي ليتحفنا بباقة من أشعاره. مساء الشعر مساء الجمال. صراحة يا أستاذ أسامة هذا كلام كثير وكبير علي بحضور الدكاترة والأساتذة الدكتور علي الدكتور عبد الله الصائغ. كل لي سعادة وشرف أن أكون هذه المرة ضيفا وأنا أفتخر بانتمائي للمنتدى الثقافي وأحار فيما أختار، لأن قصائدي حبلى باليقين لكنها لا تلد إلا شكوكا لعلها تعاني الغربة مثلي. رحلة إلى اللا شيء، إلى لا شيء أمضي دون خوف ويتبعني إلى المجهول ظلي. سرابا سرت في صحراء منفى وبعضي يرتدي في الليل كلي. وكانت تيه للدمعات دربا يضللها بضوء من تجلي. فلا جسدي على الرمضاء ملقا ولا روحي تريد الآن وصلي. كأن الموت يرقبني ويدري بأن القبر مرتحلي وحلي. كأن الله خص الأرض وحيا لترسمني برمل مستحلي لتجعلني أعيش مع المآسي كما الأيتام أشقى دون أهلي وأمشي دون قلب
أو عيون يوزعني على الطرقات خلي خليل الجرح يرسم لي مساري ويرشدني لدرب مستدلي عشقت الحزن لا أهوى سواه ولا أنوي فراقا أو تخلي له عشقي له دوما وفائي له دمعي له شوقا أصلي له نائي وعسف من شجون وقلب مدنف بالحب يخلي أنا قلبي تحار به البرايا قتيل بالجوى ويريد قتلي زرعت بكل أمنية ورودي وظني عاطرا سيجيء فلي حصدت الشوك في حلب المشظى رأيت الزهر يفنى دون طلي هجرت الناس كي ترتاح روحي فصار الناس يرموني بغلي أزاح السعد من قاموس عمري لأبقى بالأسى من دون عقلي وخلوني لصحراء المنافي لأشقى بالعرى ويموت شكلي أرادوني مع الآهات أفنى وأقضي العمر في هم وذلي أرادوا قطع نخلاتي بسيف فأعطاهم تمور الحب نخلي برغم الموت أعطيهم حياة فهل يلقون في الأمصار مثلي أنا شيخ إذا ما رمت جدا وعند الهزو تلقاني كطفلي وتشهدني حكايات العذارى بأن الحب مخلوق لأجلي وأن الشمس تشرق من عيوني ليغدو الصبح مزدانا بفضلي وحتى الليل يخجل من بهائي فلا نجم أتى بعدي وقبلي أيا جرحي فلا تسمع نداهم وحدثني عن لا شيء قل لي أأمضي العمر محزونا وحيدا أم الأفراح تأتي الآن حولي لعل العمر لا يحوي هناء أو الحسرات تنهى أو لعلي أو الحسرات تنهى أو لعلي لا أطيل عليكم أكثر وأكتفي بهذه القصيدة شكرا جزيلا لكم.